مرحبا. اهلا بكم. باريس وني لو 16 ملح التونسي كريم العبيدي جوان 2014 احلى الناس غازي الباجي هارب من تونس مسلم تونسي هارب من تونس ما سنب عملوا لهم سنب خاطر ميسي مش رمضان يا عباد اخرجوا من الاسلام اخرجوا من الاسلام راهو دين الارهاب اكبر مصيبه في العالم العربي هو الاسلام يا توانسه فيقوا ولا بالحق يا فيقوا زبط يا تنقد بلادنا زبط يا ربيت حلو كنت الشواطا نتاعنا ونعملوا الكازينوات ونرجلوا الامور ونعملوا جامع القروات يا ام كفار لا يسيموا رزبت يشوف العباد كيفاش عايش يشوف كيف الشيخ يشوف ناس كل ماخذ حقوقها صاحبي علاش العذاب هكا صاحبي تعذبوا فينا وفان واحد وحال حليل مشاكل وستريس وعائلات وعرك وزبي وفطور وناس تتعب وناس تخدم في خدمه شاقه كل حسابات وحاشين هالكم باسم الدين يبيعوا لكم في السلعه ويغليوا في كل شيء ويتاعوا في الاسواق شهر نتاع كوميرس مش نتاع عباده يا ودي في رمضان يبيعوك لهم خاطر الحمل الحمار ورد بالكم يا ودي العنكوش صاحبي هيا عاد خويا عليك عرفتوا العام كامل السلعه اللي ما مشاتش عام كامل يخرجوا لكم في رمضان باش تاكلوها يجوعوا فيكم تبداو تتشهاو وتبداو يجي وقت الفطر تبداو ملهوفين على الماكل الزبت يرخصوا فيكم شر موجود من قبل الديانات الكل والناس قبل في الجهل استعملوه و2014 هكا هو زين هاد كامل وجيك احنا تعبين واحنا نصوموا ونعملوا شنو ربحنا ترى شنو جاب لنا رمضان شنو هو الحاجه الجديده اللي جابها لنا حد شيء انا اليوم ولينا بلادنا تناكد جمله كل عام ناس كل تصيم ونعديو فيه في التلافز ولا يمه ولا والحمد لله زب وتنكنا اليوم انا سي شكون رابح شوفوا انتم ارواحكم انتم رابحين حاجه في رمضان يطمعوا فيكم يقولوا لكم فما جنة وفما واحد وفما واحد يا ودي عيشوا الجنة هوني قبل ما تفكروا في الجنة بعد راهو اللي ما يعيش الجنة هوني ما يعيشهاش من بعد يا اللي يخرجوا الدين إرهاب صاحبي الدين هو اللي هلك تونس الكل يا عنده الحق غازي دين إرهاب اخرجوا منه الدين شوفوا دين آخر اللي ما يحبش ولا يدخل يفهم على الأقل أقرأ يفهم تي ولا أقرأ يفهم تي بطل الديان يا ودي بطل الجنة الديان ولا كانك خايف لازمك رب ما خايف لازمك رب حاجة أخرى طب على العلم كان أنت وقرأوا أرواحكم وحوسوا وعملوا عامل لي فواياج وعيشوا حياتكم عيشوا حياتكم وانا تقوم تقرا لي في القران قوم شوف اخر الاختراعات الجديده شوف اخر الحاجات بعد تمشي تحج لكل مره نفس البلاصه يمشي لبلاد اخرى تربي فيها امراض وفيروسات وداخله بعضها وناس تموت تحت العفس تبع ثمك وناس قال لك يموت يمشي للجنه وامك والجنه شو حكاوا عليها في النساء تبع ثمك ولا اختك باش تبعثها للنكاح وعلاش عملت امك قدام النساء نتاعها ولا تتعف بالعفس تموت مسكينه مراه كبيره تبدا بالعفس تموت قالوا بالعكس تموت في بيت ربي تفايح يا ولد التنيكو فيكم في الفلوس والفلوس تلم حياتك الكل تعطيها تحج بها امك ولا ابوك حاشين هالكم وبلاد حتى ما ثم حتى كونفور حتى سيرفيس يباتوا في خيمه ويباتوا في الشارع ونار كامل وما يدوروا يتقوحب عليكم صاحبي يخرجوا من الدين لمنيك يا ودي رمضان لازم وشهر رمضان هو الشهر اللي بليتو يكونتروليو فيكم بيه يعرفوكم انتم ما زلتم متحشيلكم ولا حتى هما العرب اللي يحكموا فيكم ماناش عرب صح العرب يشوفوكم كي تسيموا وتلبس بتاعكم تعدي في رمضان يعرفوكم اللي هو العنكوش راكم ما زلتم مستعمرين يا اختانا رمضان هذا خلني كل هم الزب الناس كلها تفطر فك على الزب خليفهم رانا شعب من بعض تنحكيو مع رب ما تحبوا تحكيوا معاه الرب قولوا تو نعاودوا نسيموا في الشتاء زب تو نرقعوا تتكلم يا ولد الباجي قول لي معاه انت برسمك تو امك تخسر عليها غير تفاهموا مع الرب كيفاش نعملوا له هاي تو امك تخسر عليها بالفلوس تهز فيها 10000 10 ملايين ولا 15 مليون بعثت لها حجم برسمكم امكم مش عامله حياتها كامله ما هي قاعده تربي فيكم ما هي تربي فيكم مسكينه يا اخي هي قتلت ولا ذبحت ما هي مسكينه نهار كل قاعده في الدار وتربي وتطيب ولا هي بالبو ولا هي بالام ولا هي بالواحد وتمشي تقضي من المرشي وتسيق وتنظف وساهر عليك 40 سنه هي ساهر عليك من بعد فين تبعثها باش يعفسوها في الحج باش يعفسوها في الحج وباش ولا باش تجيب لك كليره مرض تمرض ولا ليه اقل شيء بعفسوها السعوديين تعرف العادات والتقاليد نتاع كيما التوانسه تلعب الزربوط تلعب البيس عندهم الغميضه هما في السعوديين والعرب عندهم طبع بيس المغاربيات وكل شيء ما انا من عادات التقاليد ترضى اختك ولا امك يبعبسوها تبدا مشي الحج خاطر هي ملكه يمين صح ترضى يبدا يبعبسولك في خواتنا هنا نزكمكم تاي اخت خير من اللي تهز فيها للحج غاديك السخانه والبق والبول والوسخ ولا تحب زيد تعطي الفلوس للعربيه السعوديه وقطر اكثر من نايكينا اليوم ولا تولي انت معناها كي تتبع ثمك تحج الفلوس كومش يربحها مش السعوديه مش هي تمول في الارهاب تقتل في زبوبنا وتقحبه عندي ركتمو زيد تبع ثمك تطوف نجم يرتسوها مره كبيره خاصه اللي فاتوا الستين والسبعين شوف السخانة كيفاش حتى بواتكم راهو يبعبسوهم حتى في بالك ما خلي حتى واحد ناس مرضك شوف فيها نكاح البهايم ونكاح الواحد
الناس تنكح في البهايم ويبول البعير باش تبعث له واحده تونسيه حتى عزوزه يشوف فيها صاحبي ما كان جمله هذا عليه طياره بلاش طياره تصور في جماعه مجاهدين يشبعوا في المعبيس يا غازي باللي عليه كذا ما يقولوش راهو سينك يبعبسوهم غادي يسكتوا خاطر يقولوا بيت ربي وما نجمش نتكلم ما يحكيوش عليه هك لا يا اختامنا من رمضان يا ودي سنة رمضان برجولية نقول هما اللي يحب يفطر يفطر خاصة اللي يفطر حر واللي يسيم خويا أمورك مي اللي فاهم خويا وفهم العقلية اختامنا من رمضان راه قد ما تولي راك صايم قد ماك مستعرف باللي أنت راك مستعمر يا ولدي اسمعني بدي لوح عليكم أنا باش نقول لكم لوح عليكم افطروا على أرواحكم فهمت راهو كيما قال شيطان قرطاج فهمت يعني هذيك هو باش يعرفوكم كان انتوما مازلتوا ينجموا يحكموكم ولا فهمت مسألة واضحة افطروا على رواحكم ويزيكم الجري ورا الخبز المبسس وما على حكاية الفارغة وكلوا على رواحكم نرمال ما فما حد شيء واشربوا الماء وما يهمكمش فيهم.